خلنا نتكلم عن المواطن. نعم. واليوم أنت لك تصريح في فترة ماضية إنك أن الدعم للمواطنين مستمر لكن سيكون هناك ترشيد. السؤال الأول وهذا مشي، وين راح يكون ترشيد فيما يخص وزارة التجارة؟ فيما يخص وزارة التجارة يعني الترشيد حاليا ما هو مطروح على مستوى التموين. احنا بشكل أساسي الناس معنية علاقتها مع وزارة التجارة خايفة على التموين. التموين لا، كما هو ما هو مطروح. بشكل أساسي 70% من الدعم رايح باتجاه الكهرباء وباتجاه الوقود البنزين تغيير أسعار الكهرباء والوقود. سلفاً كنا انتهينا من الديزل، إحنا الآن بصدد البنزين، يهدف بشكل أساسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة. إحنا اليوم عندنا إسراف في استخدام الطاقة في الكويت، معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية عالية جداً. يمكن المشروع القانون ناقشناه الأسبوع الماضي وتم استبعاد السكن الخاص منه، لكن التغيير اللي راح يصير في بقية القطاعات راح ينعكس بشكل أساسي كثقافة ترشيد على البلد بشكل كامل، بالإضافة إلى حملات توعية أيضا راح تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة. الهدف من ترشيد استهلاك الطاقة إن أنت اليوم تقلل من استهلاكك للبترول اللي هو في حقيقته قوت يومك. احنا أساسا الميزانية الحكومية معتمدة على البترول اللي يباع، ثم نصرف من خلينا نقول مرتبات وغيرها من هذه السلعة. فكل ما استهلكنا أقل كل ما استطعنا أن احنا نبيع أكثر، وبالتالي نعكس هذا على اقتصاد البلد وعلى نفس الوقت استهلاك الكهرباء اليوم العالي، وهو قاعد يستهلك طاقة ممكن تحيي مدن جديدة. احنا اليوم مدن جديدة اللي قاعد تنشأ أو تحت بصدد إنشائها من هيئة الإسكان تحتاج إلى طاقة كهربائية. بالترشيد ممكن أوفر الطاقة التي تحتاجها هذه المدن من الطاقة الحالية نتيجة ترشيد 20 إلى 25% مثلا. هذه كلها راح تنعكس علينا. هذا في موضوع كهرباء والماء. هذا كهرباء والماء.